السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات Techniques of Scientific Writing. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن How to Write a Report. تمام، نفترض مع بعض إن مدير حضرتك بعت حضرتك عشان تحضر مؤتمر أو ندوة أو سيمينار أو عرض لحاجة، أو طلب منك كتابة ريبورت عن مهمة معينة قمت بيها. باختصار لازم حضرتك تعرف how to write a report، ولازم حضرتك تتعلم ازاي تلخص النقاط المهمة، مش تعرض كل حاجة في الريبورت بتاعك، ولازم تكون مقنع عن طريق استخدام حقائق، أرقام، مصادر موثوقة، تفسيرات منطقية واضحة للحاجة اللي حضرتك عايز تعرضها، لأن أكيد المدير أو صانع القرار اللي مستني ريبورت بتاع حضرتك عايز تلخيص summarization، توصيات recommendations في الآخر، علشان هو مش فاضي إن هو يبص على كل الأجزاء أو يشوف كل اللي حضرتك كتبه. طيب، علشان أعمل تقرير صح، أول حاجة لازم يكون عندي سؤال محدد هجاوب عليه من خلال الريبورت بتاعي، وبعدها تبني عليه التوصيات اللي هيتخذ القرار، اللي هما متخذين القرار هيتخذ القرار بناء عليها. يبقى عشان نعمل تقرير صح، أول point identify the purpose of your report، أو تحديد الغرض من التقرير الخاص بك عن طريق تحديد سؤال هتجاوب عليه خلال الريبورت. تاني حاجة identify the criteria for your analysis، تحديد معايير تحليلك، وهنا لازم تعتمد على مصادر معلومات موثوقة. لو حضرتك هتدعم التقرير بتاعك بمعلومات أو بيانات اجتماعية، تكنولوجية، اقتصادية، سياسية، يبقى في الحالة دي حضرتك هتجمع بيانات من مواقع موثوقة أو موثوق فيها، زي مواقع الويب، زي منظمة التعاون الاقتصادي، التنمية والبنك الدولي، المواقع الحكومية والصحف العالية الجودة. المواقع الحكومية حضرتك بتعرفها إن هي .gov في الآخر. طيب، جمعنا البيانات، بدأنا ندعم بيها تحليلنا. تمام، بعد كده analyze this information، هنحلل البيانات اللي احنا جمعناها، تمام، وفقا للمعايير اللي اخترناها أو اللي هنبني عليها الريبورت بتاعنا. طيب، ممكن في الخطوة دي نبني كمان رسوم تخطيطية، تمام، أو جدول عشان ننظم فيه المعلومات قبل كتابتها أو تضمنها في التقرير. تمام، يعني مش مجرد إن احنا نحللها كتابة أو في هيئة باراجراف أو ووردز بس، لأ، إن احنا ننظمها في هيئة جداول، في هيئة رسوم بيانية، تشارتس، في هيئة أي حاجة تسهل القراءة على الديسيجن ميكر. طيب، رابع حاجة التخطيط، بلانينج. الخطة يعني إيه؟ يعني أعرف إزاي الريبورت بتاعي هيمشي. ده عن طريق إيه؟ إن أنا بحدد الهيدرز أو العناوين الرئيسية اللي أنا هضمنها في الريبورت بتاعي، الأجزاء العامة بتاعتي اللي هكتبها في التقرير، وحددها كويس كهيكل وأمشي على الهيكل ده. بعد كده زي ما قلنا قبل كده في محاضرة قبل كده، اوعى تسلم first draft، مش أول ما تكتب التقرير تقوم مسلمه، لأ، write the first draft، رجعها كويس، تمام، رجعها كويس، دي الخطوة السادسة بتاعتنا. بعد ما ترجعها كويس gain feedback. طيب، رجعتها بناء على إيه؟ بناء إن أنا رجعتها بناء على الهيكل اللي أنا حددته، تمام، أتأكد
ان هي بتشمل كل الكرايتيريا اللي انا محتاجها علشان احلل البيانات والمعلومات اللي انا وصلت لها، اتاكد ان كل جزء متوضح في ابسط صوره، ان كان في charts مدعمه الكلام او tables، اتاكد ان كل جزء منها محطوط في مكانه صح. بعد ما راجعت كويس اخد ردود الافعال. لو انا جزء من فريق مكلف بعمل الريبورت المطلوب ده، فاطلب من كل واحد من اعضاء الفريق ان هو يراجع ويديني اي ملاحظات لقاها. طيب بناء على الفيدباكس اللي هتوصلني هبدا اكتب مسودة تانية، write the second draft. أدخل التحسينات على المسودة الأولى وأتأكد من مراجعتها كويس لإزالة أي أخطاء، سواء في الجرامر، سواء في السبيلينج، سواء في أي حاجة شكلية، حتى الفورماتينج بتاع التقرير. طيب لو أنا عايزة أدي ريكومنديشن في آخر التقرير بتاعي، يبقى لازم أتأكد إن أنا تقريري بيشمل حاجة اسمها البيست موديل. يعني إيه البيست موديل؟ إن التقرير بتاعي بيشمل جوانب سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية من الأربع جوانب دول، وهم دول اختصار البيست موديل. بيست P for political، E for economic، S for social، technological is T. تمام. بيست موديل أتأكد إن أنا البيانات والمعلومات اللي اتجمعت وتحللت بتغطي ماشي البوليتيكال، ايكونوميكال، سوشيال، تكنولوجيكال فيلز ريليتد تو the problem or the report that I write about. تمام؟ جميل جدا. يعني وانا بجمع البيانات احاول بقدر الامكان ان انا اخد في الحسبان الاربع جوانب دي واضمنها كمان في الريكومنديشن اللي طالع في النهاية. طيب عايزين نعرف مع بعض ازاي نكتب تفاصيل الريبورت بتاعنا، هيكل التقرير نفسه هيكتب ازاي. اول حاجة في الريبورت ستراكشر اللي انا همشي عليه تايتل بيج، ودي صفحة العنوان من اسمها، بتحتوي على عنوان اكيد الخاص بالريبورت، اسماء الموصل اليهم، واسم المؤلف اللي هو حضرتك او التيم بتاع حضرتك بالكامل، والتاريخ اللي هيتم تسليم الريبورت فيه. تاني حاجة table of content. table of content ده جدول المحتويات، تمام، اللي عبارة عن ايه؟ عبارة عن محتويات الريبورت بتاع حضرتك، تمام، في هيئة الاسم بتاع الهيدنج والصفحة المقابلة ليه. طبعا جدول المحتويات بتسهل على القارئ الانتقال من جزء لجزء بسهولة. الابستراكت او الاكسكيوتيف سامري، وده هو الملخص التنفيذي، بتبقى عبارة عن من فقرة لثلاث فقرات، تحتوي على إيجاز للاستنتاجات والتوصيات الرئيسية الموجودة في الريبورت. رابع حاجة introduction. الانترودكشن أو المقدمة، ودي بتحتوي على المشكلة اللي حضرتك أو المسألة اللي حضرتك بتحقق فيها أو بتكتب بريبورت عنها، الغرض من التقرير بتاعك، الطريقة اللي حضرتك هتمشي عليها في الريبورت علشان تعمل التحقيق بتاعك. بعد كده بتعرض تحليل النتائج أو analysis of findings. التحليل هو النص الرئيسي للتقرير وبيحتوي على أقسام، كل قسم بيحتوي على مجال من المجالات اللي حضرتك بتتناولها في الريبورت بتاعك، ولازم تتأكد إن كل جزء
معروض في فقرة توضيحية الأول بشكل عام قبل ما تدخل على البيانات الخاصة بالجزء ده. بعد كده بيجي جزء الكونكلوجن أو الخاتمة، وده تلخيص للنتائج اللي ظهرت من التحليل، ما بيقدمش أي معلومة جديدة، وبيساعد في إن أنت بتمهد للريكومنديشن، وهو الجزء السابع اللي بعد كده اللي هي التوصيات. هنا بتعرض حضرتك التوصيات اللي بتساعد القارئ على اتخاذ القرار في موضوع معين، وغالبا ما بيكون عبارة عن نقط. تامن جزء المراجع أو الريفرنس، وهي المراجع اللي حضرتك استعنت بيها بمعلومات معينة أو في تحليل البيانات. بعد كده بتضيف أي ملحقات اللي هي الوثائق الإضافية أو الجداول توضيحية إضافية خارج نص أو مش في صلب نص التقرير، بتضيفها في حاجة اسمها appendix أو appendices، وبترقم الملحقات دي على حسب عدد الحاجات اللي حضرتك عايز توضحها. يعني مش تحطهم كلهم في أبندكس واحد، لأ، لو هو تيبل خاص بجزئية معينة تمام حطه في أبندكس A مثلا. بعد كده لو في معلومات تانية مختلفة عن المعلومات اللي حضرتك عرضتها في الأبندكس A تبدأ تعرضها في أبندكس B، وهكذا طبقا لترابط المعلومات اللي حضرتك بتعرضها مع بعضها، يتجمعوا في أبندكس واحد أو في يتقسموا لأكتر من أبندكس. هنعرض مع بعض دلوقتي مثال لريبورت، تمام؟ سامبل ريبورت، ادي التايتل بيج قدام حضراتكم، فيها التايتل، فيها prepared for اللي هو المسلم ليه، و prepared by اللي حضرتك أو التيم بتاعك، تمام، التاريخ، ودي الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الريبورت. في كمان بعد كده table of content مرقم بالصفحات بحيث ان هي تسهل على الريدر ان هو يوصل للجزء اللي هو عايزه. بعد كده في حاجة لطيفة ممكن حضرتك تضيفها للريبورت بتاعك اللي هي list of tables and list of figures. لو حضرتك مستعين بتيبلز أو figures ممكن حضرتك تضيفها للريبورت بتاعك، بتبقى بعد table of content. بعد كده الانترودكشن، تمام، الانترودكشن هو هنا مقسمه لكذا جزء، introduction عن الموضوع، بعد كده statement of the problem المشكلة اللي حضرتك هتكتب عنها report بتاعك، بعدين significance of the study، وبعدين scope of the study، بعدين review of related literature لو في related literature أو أبحاث أو معلومات إضافية للريبورت بتاعتك أو ناس كانوا مستعينين بدراسات سابقة مشابهة للجزء اللي حضرتك زي ما احنا خدناها في البروبوزل كده، تمام، ممكن حضرتك تضيفها تقوي الدراسة بتاعتك. الميثودز اوف ستادي، بعد كده الليميتيشن اوف ستادي، برضو كل جزء ده في جزء الانترودكشن. بعد كده بيبدأ يعرض الفايندينج زي ما احنا قلنا، الفايندينج وده اللي هيبدأ يعرض فيه تحليل النتائج والحاجات عن طريق عرض الديتا عن طريق charts زي ما احنا شايفين أو tables أو anyhow، تمام، ده جزء الفايندينج tables اهو، تمام. وفي النهاية جزء الconclusion،
conclusion اللي هو الخاتمة والمفترض إن هي زي ما احنا قلنا ما بتحتويش على أي أجزاء جديدة غير اللي حضرتك تناولتها، وبتبقى عبارة عن ملخص سريع لما تم تناوله خلال الريبورت. بعد كده list of recommendations بناء على اللي حضرتك وصلت له بتعرض التوصيات الخاصه بحضرتك. بعد كده البيبلوغرافي او references اللي حضرتك استعنت بيها في الدراسه بتاعتك، ودي عباره عن الابندكس زي ما احنا قلنا، هنا هو عامل مثلا كوشنير يقدر المتلقي ان هو يجاوب عليه، وبعدين عبارة شكر في النهاية thank you for taking time to help us we value your input. لو حضرتك بتعرض حاجة وعايز input من اليوزر لازم حضرتك في آخر الكوشنير تقول له شكرا على مساعدتك. تمام، طبعا دي اساسا ابندكس، يعني هو ده مش جزء اساسي من الريبورت ومش لازم يتضاف في الريبورت، ده جزء ثانوي او جزء اضافي لو حضرتك حابب ان انت تعمل تجمع بيانات من نوع معين او تعرض للقارئ بيانات من نوع معين. لكن اخر حاجه في الريبورت الرسمي او التكنيكال ريبورت الفعلي ان هو بيبقى ريفرنسز. تمام، اللي بعد الـ conclusion والـ recommendation بيبقى على طول الـ references، مش لازم جزء الـ appendix ده بيتحط. تمام، أتمنى أن حضراتكم في المحاضرة دي تكونوا عرفتوا إزاي تكتبوا report بطريقة بسيطة. إن شاء الله بإذن الله هضيف لحضراتكم الماتيريال هضيف لحضراتكم الماتيريالز اللي احنا استعنا بيها والسامبل ريبورت مع البي دي اف فايل للبرزنتيشن ان شاء الله باذن الله في السبلمنتري فايلز اللي هتترفع لحضراتكم. اشوفكم على خير المحاضره الجايه ان شاء الله، واي استفسارات ان شاء الله تكون مجمعه في المحاضره الاوفلاين. شكرا جزيلا، سلام عليكم.